أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الثانية، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أطوار ومقامات حسينية. وكل حلقة راح يكون عندنا ضيوف من خدمة الحسين، من الأصوات الجميلة الحسينية الولائية اللي حقيقة تستحق أنه تظهر على شاشة قناة الإمام الحسين الثانية. قبل لا نتعرف على ضيوفنا، أنا وأنتم كل شخص يتابعنا نزور سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وقمر العشيرة إن شاء الله زيارة قصيرة، ونرجع نتعرف على ضيوف حلقة أطوار ومقامات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على ساقي عطاشا كربلا، السلام على حامل اللواء، السلام على كافل الحوراء زينب، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم. رادود شاعر أبو حسينية خادم الحسين، حياكم الله. وبرنامج أطوار ومقامات اللي حقيقة هو يخص الرواديد فقط، لكن الشاعر هم إلى حصة، وأبو الحسينية إلى حصة، والمستمع إلى حصة، واللطام إلى حصة. من خلال مشاهدته للبرنامج راح يسمع أصوات حسينية ولائية جميلة، من خلالها أنه راح يكون تعاون بين الرادود وأبو الحسينية. جزاكم الله خير الجزاء. ما أطيل في كلامي، نتعرف على ضيوف حلقة أطوار ومقامات. خادم الحسين ملا علي التميمي، حياك الله يا ملا. الله محييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الليالي المباركة، ألا وهي ليالي مولاتي فاطمة الزهراء، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعلى شعبنا بالأمن والأمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا لحسن ضيافتكم، شكرا لكم وأنتم خدمة الحسين، الله يبارك بكم. تحملتوا الطريق وتعب، جزاكم الله. من الديوان يا أبو حسين مو، حياك الله. الله يحفظكم، الله يرعاكم، الله يبارك. وخادم الحسين مصطفى الساعدي، حياك الله. شلون صحتك؟ الله يحييك وحفظك ويسلمك. زين إن شاء الله. جزاك الله خير، لنا شرف طبعا أن نكون. أنتم الشرف، الله خدمتكم. الله يحفظكم ويسلمكم يا طيب. عامر البديري خادم الحسين الطيب الخلوق، حياك الله يا ملك. شكرا لك ولإثارك.
الله حتى تكون بخدمة قدام سيد الشهداء. الله يوفقك وإن شاء الله. لكم مرة ثانية حقيقة اللي قطعتوا هاي المسافات وجيتوا ولبيتوا الدعوة، هي إن شاء الله خدمة لخدمة الحسين، الأصوات الحسينية الولائية اللي تستحق أنه تكون في هذا المكان. بداية البرنامج احنا نريد نسمع نعي من كل خدمة الحسين الموجودين ضيوفنا ان شاء الله. راحتكم يتبوذية مقطوعة شعرية باللون المجلس، احنا نقول حزن نستخدم اليوم. يلا ابو حسين براحتك حبيبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، أدور بالحوافر من يجن الليل، أدور بالحوافي من يجن الليل، من يجن الليل يمكن ضلع باق وأثر دم منك. أميس حاني بعبات وبأخذ بالشيب خويا يا ابن أميس حاني بعبات وبأخذ بالشيب وغمض عيوني واسمع بالصدى الونك، أكابر ويا روح وجبت بيد الماي، أنا كابر ويا روحي أوجبت بيد الماي، رش بالقاع يمكن تشرب أوصالك، وشاور بالهميس ويا التروب حسين يا أنا كابير ويا روح وجبت بيد الماء يا ابن أكابير ويا روح وجبت بيد الماء ورش بالقاع يمكن تشرب وصالك، وشاوير ويا روحي أوجبت بيد الماي ورش بالقاع يمكن تشرب وصالك، تشرب وصالك آخ تشرب أوصالك، وشاور بالهمس ويا الترب حسين، وكأني بأبي الأحرار شو تسوين والمين طالعة بهالحال، عباية محرقة وجهك كل تراب يا زينب، وظن بيديك يا زينب اشوف حبال يا آل، تقل اشتريد احجى
شيلك صار وحصل يا حسين يا حسين خويا يا ابن امي يا اخو ايش تريد احكي لك الصال او حصل يا حسين لو اسكت واروح ودمع بعيوني اخاف دموم نحرك عالتراب تفور اذا شفت الزراق صار بنتوني. طيب الله انفاسه الله يحفظكم الله يرعاكم. الكلمات لمن حتى لا نظلم الشاعر؟ احسنت الله يبارك فيك ان شاء الله رعد تشريخي. احسنت. طيب الله انفاسك. ابو حسين اللي قرا بمقام الحجاز وسوى حركه اثر كرد وصعود كان في مقام الصبا اخر شيء تحويله ثلاثة مقامات في جملة جميلة. ربي يوفقك ويعلي شانك وعلى الإحساس الجميل. هاي الأصوات الحسينية اللي حقيقة تستحق أنه تشاهدها وتسمعها ونكون في خدمتكم. مصطفى الساعد يا عمي رعيني الله يحفظك يا أخوي. نعي نقرأ سيد الشهداء سلام الله يا أبو عبد الله. أقبالنا الحسين إن شاء الله يقضي حوائج كل شخص عنده حال. آمين آمين يا الله. وفق خدمة الحسين. تقول مولاتي زينب سمعتي ون وتقربت لي سمعتي ون وتقربت لي لي لقيت الفوت سعمي الجرح بي يا ابو عبد الله. انا حريت يا جار حشيد ويا خلي بلسان الحال شجاوب أبو عبد الله يقولها يوفا يوفا خويا يا قصار من العطش يوفاي وغيرك ما حد من الخار يوفاي وغيرك يا زينب ما حد من الخايف يوفى إذا يحصل لخيك ما يوفى يوفى الشمس مردتني قبل خيول مي الشمس مردتني قبل خيول طيب الله خادم الحسين علي محسن الزيادي. تحياتنا لكل شعرانا الطيبين الله يبارك فيهم ويحفظك يا مصطفى وعرفت ايدك طيب. على الاحساس العالي والعرب الجميله اللي حقيقه كنت في قمه الروعه.
قرى حجاز وسوى العلواني فرع من الحجاز، جزاك الله خير الجزاء وكنتم مبدع. عامر البديري حياك الله يا عيني، الله ولك يحفظكم الله المنصة أو المنبر إن شاء الله. وأنا قبال أبا عبد الله ما يحضر لي شيء غير أبا عبد الله فقط، ما عدنا غير الحسين، إحنا متشلبين بردان أبو علي ما عدنا غير. يا بجيتك وعثر بممشاي وانقل بالجدم قوي، انا يا جثة لقلب واقول انه هو مو هو ولا خويا دلين على جثتك ويا اشم من ريحة الخوين. خويا جيتك والحرم تركض وراي، نريد من حر الشمس نكسر لك بياي، يل كسرت قلوبنا بطيحتك هاي، اقعد وباصرنا على راي، ولو قلت عباس يسمع نداي، أرد أقيل لحسين خوك يريد ماي. زينب يا علي زينب من قوض ولياي، طلعت والمرار يا حيدر تلقاه، صاحت وين يا حسين حسين، وصاح المر ويا زينب ذاك ابو اليم، يا زينب سابح بدم، يا زينب اخذك يما ناخذ ماي ويانا، جبت لو طج مارد بو يا زينب للمهر قالت ويا على الحزن جنبه، يا مهر حسين روح وياك خاف حسين ما يروح، ما انا من نطلع خيالي 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 يصير لعيون الزلم عرضة، وخوي حسين ما يرضى، لكن اوقف على التاية وانده باسم خوي حسين، بلشت يسمع عندايش قالت زينب، قالت الصياط الياب سمت نطرين وسامين بحلق شامت طرايا، ويا الحوافر وصلت يمك ربي الشعر موروث من العفو، والحاج معين سباك الله يرحمه، والبيت الأبوذية الحسن أبو الحديد الله يوفقه، وروحية وإحساس وطريقة جدا جميلة بقراءة النعي، جزاك الله خير الجزاء، الله يحفظك ملاي في بيات مع صبا مع حجاز، الله يبارك فيك، لون يعني اختارت طرق جدا جميلة بالنعي، الله يوفقك استاذنا ملاي، وإن شاء الله أنا وكل الناس اللي يشاهدونا متونسين بهاي الأصوات اللي مثل باقة الورود، كل شخص ينطي عطر خاص بي، وجزاك الله خير الجزاء. هسه ملا علي التميمي نص مع لطم براحتك، مخير انت القصيده يعني مستهل ولا طم، نص واحد ان شاء الله. الله يحفظكم اللي شانكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. ولا زينب ولا هو الرك
شازي أنا بشلوني ركضت خمسين عمر أمي الخدر شوفوا لي حال يا أهلي البخت كم مرة طاحت بيت علي بكم جثة بالليل عثرت ما صاير بوادي مقابل يا غسي ما حرمة ويلت والركض مولى الزيلم جازي أنا بشلوني ركضت خمسين عمر أمي الخدوم شوفوا لي حل يا أهلي البخت كم مرة طاحت بيت علي بكم جثة بالليالي عثرت ما صاير بوادي مقابل يا غسي ما حرمة بز يا نبي وعندي العرب بز يا نبي عندي العرب مرتي خدر الله نسيبت يا نايه اسمها اينا وعيلي نسوان هاشم تنويلي يا طيب الله انفاسك الله يطيب انفاسك عاشت ايدك كلام واداء ولحن واحساس كانت قصيده بمقام الكرد وانتقل الى مقام الصبا زمزم يعني لان انا دائما اقول الصبا زمزم قريب الى الكرد وحساس وبدمعه والقصيده كلها دمعه وجزاك الله خير الجزاء وخل تسمع الناس والشاهد هاي الاصوات الحسينيه اللي حقيقه حتى هواي ناس يقولوا لي يعني جاي تظهر اصوات اول مره نسمع بها اي عم اكو اصوات وكو إمكانيات وكو شعراء لكن الإعلام سبحان الله مسلط على شخصين ثلاثة أربعة خمسة ستة خلاص أحسنت بس هذول بعد ماكو لا عمي أكو إمكانيات وتدير مجلس وكلام جدا جميل ولحن وروحية جديدة أرجو من أخواننا اللي يشاهدون أهل الحسينيات شوية التفتوا لخدمة الحسين الإمكانيات الجميلة تستحق أن واحد يدعمهم في الخدمة الحسينية طيب الله فاسك مصطفى الساعدي لك القراءة يا مصطفى نص ومستهل خادم. لا طم الله يحفظكم وبراحتكم حتى لو مو لا طم تريد تقرأ قاعد تريد بما أنه هذه ليالي استشهاد مولاتي سلام الله على مولاتي مكسورة الضلع فاطمة الزهراء كنما مولاي أبا عبد الله يا يما عفتني بوكيت
محتاج اسولف وياك، قلي لي شي صبري القلب للبيت اطوب ما القاك ورا الدنيا داعتني بنحار وراج 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 الباب بريحة نبي جسر عليه الناصبي والبيت للزينبي والضلع قربان الباب بريحة نبي جسر عليه الناصبي والبيت للزينبي والظل قربان بعيوني محترق الخيم بسماري تحول سهم تسبيحة انفاس الألم ينبية الأحزان ينبيت الأحزان قرباني تشيل محسن ويقع وعبد الله هم قرباني عريان ومسلب أظل تأخر علي دفاني بعد وتلافى ظل بالشميس ما حد إجا وغطاني ما حد إجا وغطاني يرمون قصتي بالحجر وعمامتي سلبوها قطعوا نصيح لهم وذر بس اختي لا تسبوها وراج وضحتي قبالي صوار وراج الدنيا داعتني بنحار وراج إلى الخادم علاء الزيد الله يطيب أنفاسك أنت والشاعر وفي قمة الإحساس مقام كرد من المقامات جدا جميلة اللي بيها عبر اللي بيها دمعة اللي بيها روحية تختلف عن باقي المقامات وأسأل من الله عز وجل أنه يوفقكم لخدمة الحسين ولا يسلب منكم هذا لباس الخدمة جميعا يا الله وأنا من عرضكم إن شاء الله وأنت كذلك عامر البديري يا حبيبي الله يحفظك سمعنا وسمع ناسك وجمهورك الله يحفظك أنا يعني راح أبدي من مدرستي مدرسة النجف الأشرف نعم أنا طلبوا أحد نعم خدمة حسين شاعر صفاء الدفاعي قال الله يحفظك الملا عامر اقرأ لك طور القابتشي خادمي سيد نعم كاظم القابتشي هو يعني ها سمي لأن هو كان يقرأ مثلا أي طريقة سيد كاظم أي حلو يلا سيد كاظم طبعا بالثلاثينات قبل عبد الرضا وقبل الوطن وقبل حسين شيحان يلا نسمع الله يرحمهم جميعا الله يرحم كل خدمة الحسين يقول صدرين مكسورة يا راعي الثار
تدري بها صدرا مكسورا يراعي الثار تدري بها الصار بالخيل وحيد تريد عن يا صدر أخبير وانت بالصدرين أعلم يا ما خيبرك لا جلل شيء منك نشترك بالهيام يا صدور من أي الثليل عليك يا ابن الحسن أعظم واثنين يا المنتظر عندك علم بيها وخبر وحيد بسمار انكسار وحيد بكربلة الشاي حط كربلة وداري النبوة هين عليها العين حط كربلاء ودار النبوة اثنين هين عليها العين خل كربلاء تخبرك بهذه الدار تدري بها الصار احسنت للمرحوم الخالد عبد الحسين ابو شمر طبعا الله يحفظك طريقه جدا صعبه انا حشو انا سرادود اقول صعبه يعني مو اي اي شخص يؤديها اكيد هذا ما يميز الطريقه النجفيه الطور انتم تسموه هو طبعا سمي بالقابتشي لان قرا طريقته سيد كاظم القابتشي المرحوم سيد كاظم من يتحرر هسه تحرر اصحاب المقامات يحرر يرجع الى مقام النهاوند مقام نهاوند جدا جميل ومستخدمه طبعا مقام النهاوند يعني مو ذاك مثلا الدمعه والحزن لكن شلون وظفها بطريقة جدا جميلة وعرب وصعود وحقيقة جدا جميل بس رواديد لا تجربوا يعني لا تقرون ما قاري لا يترى لأن يتورط بي ورطة أيوة الله يبارك فيك يا عامر بعدنا وياكم والناس يحبون يسمعون الكثير براحتك يا حسين ناس ومستهلك مخير طبعا هاي القصيدة ذي الفقار جلعاو من آل الديوانية ذي الفقار جلعاو حبيبنا خادم الحسين فكرة الشاعر كانت أم البنين سلام الله عليها نائمة وشاف الطيف بالحسين شفتك بأحلامي تنظامي تمشي تعثر يتمايل طولك وبطولك اسهامي العسكر شفتك باحلامي جندامي تمشي وتعثر يتمايل طولك وبطولك اسهامي العسكر
فزيت واصيح ارجع لا تطيح فزيت واصيح يما يما ارجع لا تطيح بالخيمة استريح يما الرمل حار ويجوي بحلم تالي الليالي وصلت الطف يا غالب وكيت عصور شفيت أثر قلت خطوة حبيبي تبعت أنا ونحيبي لمن وصلت على النهر بحلم تالي الليالي وصلت الطف يا غالي وكيت عصور شفيت أثر قلت خطوة حبيبي تبعت أنا ونحيبي لمن وصلت على النهر شفتك انحنيت تتخوصر من لقيت أخوك يتطشر شفتك انحنيت تتخوصر من لقيت أخوك يتطشر حافر الضلوع تتكسر قلبه بخيول تتعثر تركض من كتور والكتور وتجمع بجثته كلك تنكسر مو ضغار عباس من شفته تركض من كتور والكتور وتجمع بجثته كلك تنكسر مو ضغار عباس من شفته بلا شف وجدم عالوجه والخيل ساحكته زيني ومينك مني عرفته زيني ومينك مني عرفته عارم سلبينا موذرينا خيك يمه تلملم بكتاره بحضانك ينزف دمه بشيباتك دمه اش حالك من جفه لا تقضي وراي يما الرمل حار يتشاوي طيب الله انفاسك حياتنا للجلعاوي سؤال هاي القصيدة يعني انكتبت وبعدين تلحنت لو تلحنت وانكتب على لا تلحنت يلا احسنت هسه اذا الشعراء اذا ينتبهون اكثر من وزن شعري بالقصيدة واكثر من تحويله بالايقاع يعني تحويلة الايقاع خدمتكم اكثر من تحويلة ايقاع مقام بالله كرد انتهينا وتحويل الصبا هم كذلك اوكي اقرا مرتين كرد وصبا كورد وصبا لكن لحن على لحن يختلف يعني اختلاف بعيد هو نفس المقام لكن الروحية والتلاعب بالمقام والصعود والنزول جزاك الله خير أنا دائما أقول أكو ناس يشاهدون برنامج ويعني أنا يسألوني مثلا يقولون ممكن هذا اللحن أنه نقرأه يعني ممكن يقرون اللحن ممكن عمي بس أنا أرجع وأقول يا أبا من تكتبها أو قرأتها أو سجلتها اكتب لألحان خادم الحسين المسكين هذا مثلا علي التميمي محمد سلاوي مصطفى ساعدي البديري اكتبوهن ما بيش وكذلك الشعراء هم يذكرون مظلومين الشعراء ترى الله يوفقك ويعلى شانك انا مخرج قال عندك 9 دقائق نص ومستهد يا مصطفى ساعدي ان شاء الله نحاول ناخذ بعد شو امرني يلا يبارك بيكم كون يزودونا شوي 5 دقائق ما ينمل من هالاصوات كذلك الابو فاطمه ذو الفقار الجلعاوي الله يسلمك ان شاء الله اليوم حصه الاسد ذو الفقار الجلعاوي شمس الله لو صارت وذار يا القرآن
شوي وشفي السحاب من الخجل من عدها شيل مياض ضيل غروب حمار يشبه دم المنحار ضيل غروب حمار يشبه دم يشبه دم المنحار يشبه دم المنحار وقت الغروب المكتب يشرح حسين الواقع وقت الغروب المكتب يشرح حسين الواقع تحت الحوافر ينسيح بالخافي ضوبي رافع مو دمني زف ضي الشمس من الجروح بمصرع رجت سهامي على بست سيوفي تقطع بست سيوفي تقطع سبعين ألف ركضا سوى حفر على الحفير وقع أمن يجيب المن بعد حبل الواصل لله انقطع دنيا وغزال الحار يشبه دم المنحار يشبه دم المنحار يشبه دم المنحار أحسن. طيب الله انفاسك بيات مع أثر كرد وكرد ورجع إلى البياض. طيب أنفاسك قصيدة جميلة كلام وألحان. طيب أنفاسك يا عامر البديري الله يحفظكم سمعنا بعد قلبي لأيام الزهراء نقول كبر همي أريد أمي كبر همي أريد أمي قبل كنا سوا قبل كنا سوا أمي تغمض عيناي ترجع وأشوفك هواي أمي تغمض عيناي ترجع وأشوفك هواي قبل كنا سوا قبل كنا سوا ظلم الحجرة وين الزهرة محتاجة ليل يرعيد تنام وتقعيد عافت بيته راحتي الما شاينتي تنامي لنام
راحت البسمة وخلاص كل الكلام، راحت الجاينة تناومي الحمام، فارقيت وي فاطمة الحنية التغفيني التصحيني مشوا يا الضوى وشي رجع ايام الها ترجع واشوق قواي قبل كنا سوى قبل كنا سوى. طيب الله انفاسك يا عامر صبا وكرد ولوحه جميله وعداء اسال الله. انا المخرج قال عندكم دقيقتين، عندكم مستهل تقرون سويه دقيقة ونص من هنا يلا مستهل نقرانا في التراثي نذكر أهلنا خدمة الحسين مستهل من التراث. أي زين ليش ما سمعنا أنت؟ لا أنا شاب مالين من زينب يلا زينب يا غريبة سوي يلا زينب يا غريبة الله شكرا لك يا ملا علي وشكرا لك يا مصطفى الساعدي وشكرا لك يا عامر البديري واسال الله ان يوفقكم وسامحونا عن القصور وجمهورنا ان شاء الله احنا كل اثنين بخدمتكم في الاصوات وخدمتكم. وصلنا لنهايه البرنامج هذا واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.